طب بدءا بدء، انا مش عارف ليه قصه ان احنا نلعب الظهر دي، لان القصه دي اتلغت المفروض من زمان. واعتقد انه الاتحاد الافريقي كان حط معايير معينه للملاعب اللي هتستضيف ماتشات دوري الابطال، وفاكر انه في مناسبات كتير جدا في دور المجموعات تحديدا كان في فرق ما بتلعبش على ارضها وبتختار ملاعب بديله عشان ملاعبها غير مطابقه للمواصفات. مش عارف استثنوا منها ليه حته الاضاءه، وخصوصا ان احنا عارفين ان احنا في اجواء حاره جدا، والماتشات اوقات الظهيره بتبقى الدنيا صعبه جدا. لكن في جميع الاحوال لو بتسالني رايي، فانا اقول لك انه اذا كان فاضل على التتويج بالبطوله او مشوار التتويج بالبطوله 4 مباريات، فانا بشوف انه مباراه مازيمبي يوم السبت هي اصعب، بصرف النظر عن ان شاء الله لو تاهلنا هنقابل مين. لكن اعتقد انه الاجواء، ملعب الماتش، التوقيت بتاعه هيساعدنا كتير جدا انه يسهل من المأموريه، وخصوصا انه لو الاهلي في حال تاهله للمباراه النهائيه هيلعب مباراه العوده على ارضه هنا في القاهره. فتجاوز عقبه مباراه يوم السبت تحتاج كل التركيز وكل الدعم وكل المسانده وكل الاجاده من لعبتنا ومن مارسيل كولر، اللي هبدا بنادر معاه. في فتره من فترات التوهج مع النادي الاهلي، كولر الحقيقه كان في بعض المباريات بيلجا لتركايه، بيلجا لمفاجاه بتفاجئ جماهير النادي الاهلي قبل ما تفاجئ المنافس، وكانت الحقيقه التركايه دي بيبقى ليها مفعول سحري. في الفتره الاخيره التركايه دي خذلتنا في بعض الماتشات. هل المباراه دي من وجهه نظرك كولر يتعامل معاها باللعب على المضمون، ولا هي مباراه سيناريو يحتاج الى مفاجاه مازيمبي في ملعبه؟ انا الحقيقه شايف انه في مباراه زي دي مش محتاج ريسك لسبب واحد بس، لان اصلا العناصر اللي موجوده عندك حاليا لا تحتمل انك انت ترسك في مباراه زي دي. اوكي، احنا حاليا بنتكلم على جاهزيه مروان عطيه، ممكن يبقى ريسك دفاعي. أي طبعا، ما انا بقول لك يعني على اساس كده ممكن يلجا مثلا ل 3-4-2-1، هل دي ممكن تبقى تركايه او يبقى ريسك في ملعب؟ ما اعتقدش دي لسبب واحد بس. ان مارسيل كولر من وقت انا بقول على سبيل المثال، انا تمام، انا فاهمك تماما، بس انا اقصد ان التركايه اللي ممكن تحصل هنا هي انك مثلا لو هنتكلم على عناصر، انه يشد رامي ربيعه شويه في نص الملعب ويلعب بهاني جنب عبد المنعم، ويلعب يمين اكرم او اكرم في نص الملعب يبدا ويلعب. لكن وجود لاعب رقم 6 بشكله الطبيعي واللعيب المحوري اللعيب الديناميكي رقم 6 في نص الملعب، دي مهمه جدا لمباراه زي دي. ولو نفتكر مباراه سان داونز في بريتوريا اللي كانت مع بيتسو موسيماني، وكان بيدرب كان هو بيدربهم، وكان ريني فايلر راح لعب ساعتها بمحمود متولي في نص الملعب، عمل مباراه عظيمه وقتها محمود متولي، وفي الشوط الثاني لعب احمد فتحي في نص الملعب ومحمود متولي كان ساعتها اتصاب وخرج. هيفرق معاك جدا في مباراه زي دي انك انت تبدا تعدي طبعا اول تلت ساعه والصخب الجماهيري بتاع ملعب المنباتش المقرف اللي كل الناس بتقرف منه وما بتحبش تلعب عليه، بسبب مش علشان الصخب الجماهيري ولكن علشان ارضيه الملعب وعلشان الاتموسفير اللي مش طبيعي بيحصل فيه. أيوة. والشغل طبعا اللي بيتقال بتاع السحر والكلام ده، احنا يعني انا مش هنساق لده بقدر ما انا هتكلم في في في, في مارسيل كولر نفسه ازاي يقدر يتعامل مع ده. مارسيل كولر بدايته مع الاهلي كانت مباراه الاتحاد المنستيري في تونس، وقدر ان هو يتغلب على الاتحاد المنستيري. بالك الاهلي لعب ماتشات كتير، او الجيل ده تحديدا، مش الاهلي على مدار تاريخه، الجيل ده لعب ماتشات كتير جدا في نفس الاجواء دي، ملاعب صعبه، ارضيه صعبه، صخب جماهيري، بالظبط، حاره. بالتالي بيتهيألي برضو يعني حته الحاجز النفسي من اجواء المباراه دي، الجيل ده عنده قدره انه يتعامل معاها بشكل كبير. انا متفق في ده، انا ما عنديش يعني عندي ثقه كامله في السكواد اللي موجود في اي مكان. ودايما يعني دايما الاهلي وهو رايح اي مكان الناس بتبقى عامله له مليون حساب طبعا، حتى لو جايه تلعب قصاده على ارضها. ده اللي قاله النهارده كاتومبي، اللي هو رئيس نادي مازيمبي، الرئيس التاريخي اللي هو صانع النهضه في فريق مازيمبي. وتصريحات النهارده كان بيتكلم للاعلام الكونغولي وقال الكلام ده، ان فريق الاهلي يتعمل له الف حساب في حاجه زي دي. انا اسف بس خليني اقول يا نادر انه تم طرح تذاكر المباراه النهارده. التذاكر تبدا من 200 فرانك كونغولي، توصل ل 8000 اعتقد، 25 8000 اخر حاجه، لا 100000 حاجه، 100000 البوكس ب 200000 اعتقد، او 200 دولار، 200 البوكس ب 200 دولار 200 دولار البوكس دي اللي هي غرفه زجاجيه كده في الملعب. اما التذاكر تبدا من 8000 فرانك كونغولي ل 100000 فرانك كونغولي، عشان الارقام ما تخدكمش.
الجنيه المصري يساوي 57 فرانك كونغولي. فالارقام يعني مش، بس هو في النهايه مواطن كونغولي. بس هو في النهايه مواطن كونغولي يعني عندهم اغنياء برضو. لا ما خد بالك مثلا في دول بتروح بتعامل فيها بالملايين يعني تديله ال 10 دولار مثلا او ال 100 دولار تلاقي نفسك واخد 50 مليون مثلا يعني. دي حقيقه دي حقيقه. طيب نرجع لماتش تاني، انت شايف ان المباراه لا تحتمل مفاجات؟ اعتقد انه مش هيبقى عنده القدره لده لسبب زي ما اقول لك، احنا لسه مش عارفين حاله مروان عطيه جاهز ولا لا انه يلعب المباراه. لسه مش عارفين نص الملعب شكل، لان اللي هيفرق معاك هو منظومه وسط الملعب بالنسبه للفريق. انت شايف انه الخط الاهم في المباراه زي دي هو خط النص؟ طبعا قطعا ما عنديش اي اختلاف على حاجه زي كده. في المباريات اللي زي مباراه مازيمبي لازم وسط الملعب يكون مهم، لان قوه فريق مازيمبي في وسط ملعبه. ده بالنسبه لي شايف ان اللي هيسيطر على وسط الملعب قدر ان هو يخرج لبره الامان. مازيمبي غايب بقاله فتره عن الساحه الافريقيه سعيد. صحيح نادي بطل، صحيح واخد 5 دوري ابطال، لكنه من فتره طويله تقدر تقول انه بعيد. ايه المختلف في نسخه مازيمبي اللي هيقابلها الاهلي يوم السبت اللي جاي؟ لا مازيمبي فريق اضعف من النسخ اللي احنا اعتدنا عليها. يعني هو فريق اقدر اصنفه كفريق متوسط، مش فريق عالي او فريق جيد او فريق يخوفك في الوضع الاعتيادي والطبيعي. لو الاهلي كامل العدد اقول ان انا رايح اكسب ذهاب اياب، لكن هو اللي يزيد صعوبه الماتش ويخليها يخلي ماتش الذهاب صعب شويه الغيابات زائد المطبات اللي حصلت في الفتره الاخيره. لكن انا بشكل شخصي متفائل جدا، لان انا بعتبر المجموعه لعيبه الاهلي حصل لها عمليه افاقه وانعاش بسبب الصدمه اللي حصلت بعد خساره القمه. يعني احيانا انت بتبقى محتاج صدمه عشان تعيد تنشيط ذهنك من تاني. الاهلي كان عنده مشكله ذهنيه شويه بسبب الارهاق والاجهاد والغيابات والضغط النفسي و و و إيه انت شايف انه الفوز في مباراه ماتش الزمالك كان ممكن يخلي الدنيا تتواصل عمليه الخمول الحاصله، وان احنا بنمشي شويه ونقع شويه. لكن لو هيبقى في واحد من اهم الاسباب لتتويج الاهلي بدوري ابطال افريقيا هو فوز الزمالك بالقمه، ووقتها لازم تخرج تشكر الزمالك ان انت كنت سبب في عمليه الافاقه والانعاش للمجموعه. فدي مخلياني متفائل شويه ان الاهلي قادر يعمل ده. لما نيجي نتكلم عن سيناريو المباراه والسيناريوهات المحتمله والمفاجات المتوقعه، انا يعني بتوقع ان المفاجاه اللي ممكن تحصل ان كولر يرجع للعادي بتاعه. العادي بتاعه اللي هو انا هلعب بافضل عناصر قادره انها تخرج افضل محتوى ومنتج ونتيجه. فبالتالي ايه اللي انا ارجع ليه؟ رقم واحد عندي في كل مكان يلعب، بمعنى ان كهربا هو المهاجم الافضل مثلا على سبيل المثال، هو المهاجم الافضل في الفريق، فكهربا يرجع يلعب لان انا مش حمل خسائر تانية. وانا بالمناسبه عايز اقول ان كهربا هو مش افضل مهاجم في مصر بس، هو افضل مهاجم في الدوري المصري عموما، مش في الاهلي. انا بشوفه رقم واحد في الدوري المصري عموما، وهو رقم واحد بفعل كولر مش بفعل كهربا. يعني لما جه كولر مسك النادي الاهلي كان كهربا لاعب بديل وكان جناح وما كانش بيلعب مع موسيماني. فيعود الفضل اولا الى كولر انه جعل كهربا هو هداف الفريق، هو هداف افريقيا، هو افضل مهاجم في الدوري المصري. فانا بتوقع ان كولر يفاجئنا بانه يعود كهرباء الى ثوابه بكهربا مره تانية، لانه حرفيا يمكن انا قلت مع حضرتك يا استاذ احمد قبل كده واسف ان انا بقول تاني، احنا بنبقى ناقصين لاعب في وجود مودست لما بيبدا بالتشكيل، لانه ناقص جدا جدا بدنيا. فبالتالي احنا عوده كهربا للتشكيل الاساسي هتفرق جدا جدا. بشوف ان احنا على مستوى وسط الملعب في ظل غياب مروان عطيه لازم نلعب باثنين. في مروان عطيه هو اللاعب الوحيد في الاهلي اللي قادر يلعب كارتكاز وحده، اللي قادر يغطي مساحات عرضيه كامله قدام الخط الرباعي الخلفي وقادر يقوم بادوار الخروج بالكوره، هو مروان عطيه. طب مروان عطيه مش موجود، يبقى نلعب باثنين عشان اقدر اغطي المساحات دي. ولو انا لعبت باثنين من بدايه المباراه، مباراه الاهلي والزمالك، بعمرو السوليه جنب احمد نبيل كوكا، كان هيبقى الشكل افضل بكتير زي ما شفنا في الشوط الثاني. وبالتالي اتوقع ان كولر برضو يعود الى الفكره دي 4-2-3-1، عمرو السوليه الى جوار احمد نبيل كوكا، هنقدر من خلالها نستحوذ، هنقدر من خلالها انتشارنا جيد. وفيما يتعلق بالاجنحه، نلعب باجنحه ملتزمه جدا دفاعيا، لان مازيمبي فريق خطر على الاطراف. على الرغم انه اخر محطاته في دوري الابطال ما قدرش يكسب على ارضه، يمكن كسب خارج ارضه، كسب بيترو اتلتيكو في ظروف او فرقه جيده برضو، يعني هو فرقه كويسه جدا. فبالتالي هو لا فريق يعني لو انت تركت له المساحه انه يشتغل هيسبب لك ازعاج وهيقدر يخلق مشاكل كبيره جدا. فاعتقد احنا محتاجين في مباراه الذهاب بالتحديد لاعبين قادرين يقدموا الادوار المزدوجه في الدفاع والهجوم عشان خاطر نقدر نطلع بتعادل من هناك، او لو قدرت تكسب بيبقى كويس جدا جدا.
انا متفائل ان احنا قادرين نكسب، يعني احنا قادرين نكسب في مازيمبي وان احنا نفاجئ الناس كلها ان احنا لا الاهلي لسه قادر يكمل، الاهلي لسه مازال المرشح الاول. واكتر حاجه لازم نبقى مؤمنين بيها داخل غرفه اللاعبين ان احنا مازلنا ابطال افريقيا. انت البطل انت حامل اللقب، حامل اللقب باخر نسختين، وانت الفريق اللي رايح كاس العالم. لا وانت لو حققت لقب بطوله افريقيا السنه دي ده انجاز تاريخي لم يتحقق على مستوى القاره ولم يتحقق في تاريخ النادي الاهلي. توصل 5 فاينل ورا بعض، تجيب منهم 4 القاب، اعتقد حط الجيل ده في حته تانية. صحيح. طبعا لازم كولر واللاعبين يلعبوا المباراه دي وهم على يقين كامل انهم مش بحاجه الى اثبات شيء، لا انتوا ابطال القاره فالعب وثق بانك ما زلت البطل المرشح وان الناس هي اللي خايفه منك مش انت اللي خايف منك. ازاي بيفكر مازيمبي في مواجهه الاهلي يا نادر؟ يعني انت بتتكلم على فرق كتير جدا ممكن تكون صعبه لما تلعب على ملعبها، بتكون فرق بتلعب كوره. كلامك بصرف النظر عن قادرين يحققوا لقب، قادرين يوصلوا مباراه نهائيه، محدش ينكر مثلا ان سان داونز من اخطر الفرق اللي في قاره افريقيا بتلعب على ملعبها، ورغم كده ما بيقدرش يحقق اللقب بسهوله. اخر مره 2016 اعتقد، بتكلم من 8 سنين المره الوحيده. سيمبا واحد من اخطر الفرق اللي بتلعب كره على ملعبها، ومع ذلك يعني دايما بعيد عن الادوار النهائيه. صحيح. مازيمبي مدرسه مختلفه، مازيمبي يمكن حتى واحنا بنستعرض احصائياته امبارح في اخر يعني مشاركاته في مباريات دوري الابطال، فريق بيعتمد على الكره الانجليزيه القديمه، بيعتمد اكتر على الكره الطويله، بيعتمد على كروسات حتى من نص الملعب، ما بيستناش يوصل للتلت الاخير. فريق ما بيلعبش كتير كره على الارض، على الرغم طبعا انه فكره انك انت انه متعود يلعب على ارضيه جيل صناعي دي تديله ادفانتج او تديله طبعاً افضليه عليك في الحته دي. ازاي تتوقع سيناريو مواجهته الاهلي او طريقته تفكيره في طريقه مواجهه النادي الاهلي؟ خلينا نبدا الاول من مازيمبي نفسه. حاليا المدير الفني لفريق مازيمبي هو لامين انداي. لامين انداي المدير الفني لمازيمبي ده هو اخر بطل لدوري ابطال افريقيا مع مازيمبي لما كانوا مشوه في 2013. طبعا حصل مشاكل بالنسبه لفريق مازيمبي بعد ما كاتومبي اللي هو رئيس النادي كان عليه مشاكل قضائيه داخل كونغو، وسافر وكان بيدير النادي من امريكا تليفونيا وهاتفيا وعبر سكايب، وكان هو اللي بيدير النادي، كان ابنه هو اللي متواجد في النادي الفتره اللي فاتت. طبعا ده سبب ابتعاد مازيمبي، وكان متواجد بشكل اكبر في الكونفدراليه. مؤخرا رجع تاني كاتومبي، رجع تاني مازيمبي مع عوده كاتومبي اللي رجع كمان لامين انداي لقياده الفريق. لامين انداي واحد من يعني من 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 المدربين اللي عاش كتير في ادغال افريقيا، درب حوريه كوناكري، درب ليوبار، درب الهلال السوداني، درب منتخب السنغال في 2008 بعد الان جيرس، فمدرب عنده خبرات. دي حاجه. الاهم من ده هي طريقة لعب لامين انداي نفسه. لامين انداي بيعتمد على 4-1-4-1، ده بيدل على ان الفريق بيعتمد على لعيب ارتكاز واحد. الاثنين الباكات بتوع الفريق مش دايما بيكون عندهم القدره ان هم يزيدوا، لا دايما ده بيكون متاح اكتر لليكونزا لاعب الوسط اللي بيتحول لجناح في بعض الاحيان وبيبدل مع الجناح اللي موجود. المهاجم بتاعهم اللي سجل الهدف الثاني في مباراه بيترو اتلتيكو اللي كانت في مباراه الكوارتر فاينل اسمه بايه او بولاي، اسمه بولاي. المهاجم ده من اللعيبه البوتنشال في افريقيا، عنده 23 سنه، لعيب قوي جسمانيا جدا، لعيب عنده قدره على ان هو يقدر يكون محطه للفريق. دايما الكروسات اللي بتتلعب اللي انت بتتكلم عليها في نص الملعب دي دايما بتتلعب اعتمادا على ان اللاعب ده بيقدر يفضي المساحات للاجنحه اللي بتطلع من الخلف. انا تقلقني كمان مش بس اجادتهم للكروسات، هو اكتر فريق في استعرضنا الاحصائيات امبارح اكتر فريق بيعتمد على الكرات الطوليه او الكرات العرضيه في كل الفرق اللي مشاركه في دوري الابطال هو فريق مازيمبي. لما احط ده جنب معلومه انه اغلب الاهداف اللي استقبلها الاهلي في الفتره الاخيره هي نتيجه كرات عرضية. هنا دي نقطه محتاجه نشتغل عليها بشكل او باخر عشان نحد من خطوره مازيمبي ونمنع استقبال شوبير للاهداف. صحيح. انت كمان بتتكلم عن انهم بيتميزوا المجموعه كلها بالقوه البدنيه، يعني لما تيجي تبص على عمرهم صغير، متوسط عمرهم 24 سنه. هم اطوال وبرجل واسع عند معظم اللاعبين وقادرين يكسبوا الكرات الهوائيه والكرات الثنائيه، لكن هو عنده خلل في الجانب الخططي. يعني هو بيلعب بلاعب ارتكاز واحد هتلاقي مساحات كتير جدا حواليه، هو بيلعب كرات طوليه بس في تباعد بين الخطوط. هنا بتعمل ايه؟ هنا انت بتهدي الريتم قوي، بتقتل الايقاع شويه، وجود قفشه مهم قوي عشان يقدر يعمل ده. ما يبقاش عندنا استعجال، حد يقف على كوره بالظبط وحد يقدر ينقل هجمه بالظبط. انت اتكلمت على كهربا، انا كنت يمكن واحد من المحاور، بس لما تخلص النقطه دي هكلمكم فيها. هو الثلاثي الهجومي الافضل من وجهه نظركم، التركيبه اللي ممكن تحقق الافضليه للاهلي في استغلال مساحات لو لجا مازيمبي لفكره الضغط على الاهلي في نص ملعب. فيما يتعلق بالتركيبه الهجوميه، انا يمكن هختلف مع الناس كلها والراي العام والناس اللي عماله بتنتقد. انا افضل وجود طاهر، محمد طاهر،
لانه جناح بيلتزم جدا دفاعيا، وانت محتاج جناح في هذه المباراه بيدافع كويس جدا. وبالمناسبه طاهر وعمر كمال ايضا في مباراه الزمالك ظلموا بسبب عدم وجود مهاجم، يعني اكتر من كوره لو كانت عندي الفرصه اجهز لك حالات. طاهر بيتقدم ويعمل المراوغه، مفيش مهاجم يقرب له عشان يعمل 1 2 عشان يسند معاه، مهاجم مستسلم في احضان مدافعين. فطاهر من الناس اللي ظلمت رغم انه قدم قدام انبي وقدام زد مباريات هايله جدا. وعشان كده الناس دايما تسال هو ايه اللي شايفه المدرب في طاهر؟ لا، هو طاهر بيعمل حاجات المدرب شايفها كويس. سريعا جدا اسمع التشكيل الامثل من وجهه نظر نادر ومن وجهه نظر سعيد. انا شايف ان نبدا بمصطفى شوبير طبعا بطبيعه الحال. خط الدفاع محمد عبد المنعم جنب رامي ربيعه، محمد هاني، علي معلول، مفيش اختلاف على كده. وان كنت بفضل ان محمد هاني يلعب مساك ويتقدم رامي ربيعه، ولكن ده بالنسبه لتفكير مارسيل كولر في المباراه ان هو مش هياخد الريسك ده الرباعي الدفاعي في وسط الملعب. ما ينفعش مثلا هاني يبقى مساك جنب رامي وجنب منعم ونحط اكرم و... لا عمر كمان مش مفاده في حط اكرم وعلي معلول مثلا، يعني ده السيناريو مش وارد. دي ده وارد في حين ان انت ممكن فعلا تلعب دي ورامي ربيعه يكون ليبر متقدم في بعض الحالات، تتحول الطريقه من 5 4 1 ل 4 5 1 ايا كان هتلعب بيها ازاي. ولكن زي ما قلت لك انا مشكلتي يعني انا اتمنى لحد اخر لحظه ان مروان يكون جاهز حتى لو هيلعب 70%. يعني لو هيدي 70% من مستوى مروان عطيه اللاعب الافضل جنب مروان الكرات. جنب مروان يكون جنبه احمد نبيل كوكا، متفق مع سعيد في جزئيه انك تلعب باثنين ارتكاز ويكون امامهم عمرو السلية. يبدا قفشه، اتمنى ان هو يكون بديل. الثلاثي الهجومي يكون رضا سليم ويكون طاهر محمد طاهر، حتى وان كنت بختلف مع سعيد شويه في موضوع ان طاهر كان الافضل في مباراه الزمالك، ولكن مش في طاهر الزمالك. لا مش في الزمالك، انا بتكلم في المباراه الاخيره زد وانبي كان افضل يعني. بس هو الماتش الاخير في الزمالك ماتش طاهر، ولا شايف انه طاهر لسبب واحد؟ طاهر اعلى لاعب، مش عبد القادر اكيد اساسي. يكون طاهر لان طاهر عنده ورك ريت عالي قوي، اي مدير فني في العالم هيحبه. والناحيه الثانيه رضا سليم، والناحيه الثانيه رضا سليم. والمهاجم اتمنى ان هو يبدا بالكهرباء ويكون بديله وسام ابو علي. بشكركم شكرا جزيلا، كل التوفيق ان شاء الله للاهلي. هنكون بنتابع مع حضراتكم او هنشوف ان شاء الله باذن الله بعد يمكن يوم السبت القادم شكل وفرص وحظوظ الفرق الاربعه اللي تتاهل ان شاء الله باذن الله، او لا فرق الاثنين بقى اللي هيتاهلوا ان شاء الله المباراه النهائيه. ونتمنى ان شاء الله ان الاهلي يحقق على الاقل نتيجه ايجابيه، ان لم تكن فوز يبقى على الاقل تعادل، يسهل بشكل كبير جدا مواجهه العوده في القاهره هنا يوم الجمعه اللي بعدها. بشكر سعيد علي، بشكر نادر شبانه، شرفتونا ونورتونا، شكرا جدا على وجودكم معانا، ونتقابل ان شاء الله على كل خير الاسبوع اللي جاي. بشكر حضراتكم على المتابعه، كل التحيه.